وهقول حاجه صغيره، احنا ممكن نعمل الكحول ده في البيت عمر، حاجه بسيطه كده. يعني الدكاتره والاطباء برضو بيدونا ارشادات، مهم ان احنا كمان نتكلم عنها بدل ما نقعد نهزر. خلينا نقول الكلام اللي ممكن يكون مفيد في فتره برضو احنا محتاجين فيها الكحول، زي ما الدكتور قال، الميه المغليه نستنى عليها شويه، ممكن خل وليمون، ده بيكون مطهر جدا في اي علبه، يبقى مطهر للبيت للمطبخ، مطهر اعتقد مكوناته وعناصره موجوده عندنا كلنا وبسيطه.